أصبحتم صباحا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في موقع الهيئة نت: فرع الهيئة في أبي غريب يوزع المساعدات الإغاثية على العائلات النازحة من محافظة نينوى. وفي المدى جماعات مجهولة تعتقل عشرات من البصريين تتهمهم طهران بحرق قنصليتها. ونقرأ في كتابات: أول ما فعله الحلبوسي دعم إيران ورد جميل النواب المؤيدين لها صوتوا له. وفي الجزيرة نت نطالع: قمة سوتشي منطقة منزوعة السلاح بإدلب واستبعاد الحرب. جاء في العربي الجديد: التحالف السعودي والإماراتي يعلن بدء عملية عسكرية واسعة للسيطرة على الحديدة. ونقرأ في القدس العربي: اتفاق بين روسيا وتركيا على إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في إدلب السورية. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة: قتلى وجرحى من حزب الله بمواجهات بين قوات النظام وداعش. أهلا بكم. سجلت الدولة العراقية عبر التاريخ وقائع فشل متلاحقة في بناء علاقة سليمة بينها وبين أفرادها وجماعاتها، ويبدو أن تأثير العوامل الخارجية ساهم أيضا مساهمة فعالة وواضحة في تغييب التجانس الاجتماعي لهذه الدولة، ما جعل العلاقة بين المكان وساكنه تتسم باضطراب شبه مستمر. ويبدو أيضا أن فال هذه الدولة سيء وحظ ساكنها أكثر سوءا، حيث القدر أوجدها على خريطة جيوسياسية معقدة وجعل منها خطا للتماس بين دولة فارس ومنافسيها من القوى المناهضة مثل الروم تاريخيا والعرب فيما بعد، ومن ثم جعلها في مواجهة مع القوى الكولونيالية القديمة والحديثة أيضا، الأمر الذي جعل من بغداد تتصدر قائمة المدن الأكثر تعرضا للغزو والاستباحة والهتك، بحسب مقال للكاتب أحمد صحن في صحيفة المدى. وأبرز حالات الغنيمة التي شهدها العراق في الستين عاما الماضية هي الاستحواذ على الحكم بطرائق غير مشروعة حملت عناوين سياسية تضليلية، وتكشف ذلك من خلال سلسلة الانقلابات، لكن الاغتنام هذه المرة مارسته قوى الإسلام السياسي بالاعتماد على مفاهيم الفيء والغنيمة التي جعلت من الأخيرة ثقافة يمارسها الأفراد، حتى صارت حالة الاغتنام كل يغنم من موقعه. واتضح ذلك من خلال ممارسة شرائح من الشعب عمليتي الفرهود اللتين حصلتا في 91 و900 وألف وفي 2003. فعبر الفرهود تحقق مضمون الغنيمة عندما تقبل الجموع على غزو ذاتها ووطنها، جموع بشرية تتدفق مندفعة بشراهة نحو مرافق الدولة تغنم منها ما تيسر. وعلى الرغم من أن قانون الفوضى يلغي البصيرة، إلا أن استثناء الممتلكات الخاصة هو الركيزة التي تدعم هذا التساؤل، ما يؤكد وجود طاقة مكنونة تحركها بواعث نفسية تدفعها للثأر. وهذه الطاقة تجلت في طريقة النهب التي نصفها بالفوضوية استسهالا دون التوقف لتحليلها طويلا، والتي هي تخفي حالة من اللا انتماء. ولأن الدولة العراقية مرت بانعطافات سياسية عنيفة ولم تحكم بسياسات إدارية رشيدة لفترة كافية تمكنها من تطبيب اعتلالاتها وتلبية احتياجاتها، ولقد كان في مقدمتها إنضاج مطلب الهوية الوطنية الجامعة الصانعة للتصالح الداخلي بين الهويات الفرعية، ما نراه قد انعكس بالسلب على سلوك الأفراد والجماعات، وأثر شيئا فشيئا على نجاح تجربة الولاء لهذه الدولة وتأجيج وتأجيل أمد تحققها. البصرة:
عانت من الإهمال والتهميش وسوء الخدمات العامة والبطالة في السنوات المنصرمة القليلة الماضية، مما أدى إلى استياء الشعب البصري، وهذا شيء طبيعي وجعله يثور على الوضع الراهن، لأنه ببساطة حرم من أبسط مقومات العيش، حرم من الماء العذب الذي يعد سر الحياة والوجود. فالحياة مثلا لكائن حي بدون الماء شيء من المستحيل، فكيف لإنسان يعيش ويستهلك الماء في كل حياته بحسب مقال للكاتبة همسة السامرائي في صحيفة الزمان العراقية. اليوم وحين ثار الشعب المحروم من سر وجوده للمطالبة بحقوقه المشروعة، عمل بقسوة واضطهاد واضحين من خلال ما شاهدنا. هذا الشعب الذي واجه مصيره المحتوم، فما خيار أمامه؟ إما أن يعيش بعز وكرامة أو يقتل ويذل لأنه طالب بحقه في الحياة. المشهد الغرابة فيه لأنه سبق وإن شاهدنا معظم محافظات العراق حين طالبت بحقوقها تعرضت للإقصاء والقتل والتهجير على يد مغول العصر. نعم، هي مطالب مختلفة لكن هدفها واحد، وهي حق الإنسان في الحرية والعيش بعز وإباء. هكذا تمارس الحرية في بلد يخلو منها تماما. ما ذنب الشباب الذي قتل وما زال يقتل على أيادي عصابات إيرانية لعينة تقف خلف الستار تخطط وتدبر وتنفذ؟ ما ذنب صرخة أم فقدت ولدها لمجرد أنه خرج ليطلب حقه، لم يطلب حفنة دولارات، والمسكن يؤمن عائلته والقوت لأبنائه؟ طلب ماء أظنه بات مطلبا تعجيزيا من الدولة أن تؤمن مياها صالحة للشرب والاستهلاك البشري. اليوم وبسبب وبتقصير من الدولة، البصرة تنزف دما وتنزف عطشا، تزف أبنائها العطاشة إلى مثواهم الأخير. فإلى متى يا عراق؟ هذا السؤال لطالما سألناه. عار وألف عار على دولة يموت شعبها بسبب العطش. نعيش في القرون المتقدمة، نحن الآن في عصر التطور، عصر لا وجود للعجز فيه، ويجب أن نمتلك هذه الدولة، يجب أن تمتلك على الأقل محطات تصفية للمياه المالحة وطرق معالجة صحيحة تخلص المياه من ملوحتها. هارد لك لأمريكا ومبروك لإيران، عنوان لمقال للكاتب أنس محمود في موقع كتابات. فلطالما يقول الكاتب، فلطالما انتقد الرئيس الأمريكي الحالي ترامب سياسات سلفه أوباما الخاطئة كما يصفها، متهما إياه بتسليم العراق إلى إيران على إثر قراره الخاطئ آنذاك بسحب القوات الأمريكية من العراق في عام 2011. لكن ما يشهده العراق حاليا في عهد ترامب يعتبر نكسة جديدة للسياسة الأمريكية تفوق نكستها أثناء إدارة أوباما، نتيجة السياسات الخاطئة طبعا لهذه الإدارة واعتمادها على ساسة ومبعوثين ليسوا بمستوى الحدث، تسببوا بتسليم العراق بما فيه برمته إلى جارة إيران. في خضم التوتر المتصاعد بين الدولتين أمريكا وإيران، أتت الانتخابات العراقية لتضيف إلى عوامل الصراع بينهما عاملاً آخر، فحاول كل طرف كسب المزيد من النقاط على حساب الآخر في كيفية تشكيل الحكومة والشخوص الذين سيتولون المناصب السيادية المؤثرة في الدولة. وبعد انقضاء أشهر على تلك الانتخابات، ها هي ملامح الحكومة العراقية الجديدة تتوضح لتفصح عن انتصار إيراني جديد على حساب الدور الأمريكي المنحسر. وبعد أن كانت إيران تعتمد على المرشح لمنصب رئاسة الوزراء الذي هو حصة المكون الشيعي المقرب لإيران، ها هي تسيطر على جميع المناصب السيادية بدعمها لأشخاص مقربين منها في المكونين الآخرين السني والكردي. فلأول مرة يفوز بمنصب رئاسة البرلمان الذي هو من حصة المكون السني، سياسي سني عربي بمباركة من أطراف سياسية شيعية حليفة لإيران، ترجمها في أول تصريح له بإعلان وقوف العراق ضد العقوبات الأمريكية على إيران. بينما في الدورات السابقة كان رئيس البرلمان
يرشح بدعم من القوى السنية وتوافق مع قوى شيعية وكردية، ثم تحاول إيران كسبه لصفها. الكاتب يضيف على أمريكا مواجهة واقع سياسي جديد في العراق لم تشهده منذ عام 2003، لا يمكن لها أن تغيره بممارسة سياسة العصا أو سياسة الكاوبوي كما يصفها الكاتب بإرجاعه إلى بيت الطاعة الأمريكي. وإذا ما أرادت إدارة ترامب إعادة التوازن لمصالحها مقابل المصالح الإيرانية، فإن عليها إعادة نظر شاملة لسياساتها الخاطئة في العراق وتغيير معظم الساسة والمبعوثين الأمريكان في العراق. كلما تصاعد الضجيج الإعلامي عن الصراع الدائري بين أحزاب المنطقة الخضراء في العراق لتشكيل الكتلة الأكبر واسم رئيس الوزراء، شعر المرء بالغثيان. فهذه الأحزاب وكل من يتابع الوضع في العراق يعلم علم اليقين أن أمريكا هي التي تتحكم بالمنطقة وليس في العراق فقط. في نهاية المطاف بتشكيل الحكومة العراقية وتسمية رئيسها بل ووزرائها أيضا، بصرف النظر عن الفائز بتشكيل الكتلة الأكبر، فأمريكا لم تزل صاحبة القرار الأول في العراق وبيدها الحل والربط والسلطان بحسب الكاتب العوني القلمشي في مقال نشره موقع الهيئات. أما الحديث عن الصراع بين هذه الأحزاب كونه الدليل على التجربة الديمقراطية في العراق فإن ذلك يعد خديعة كبيرة، فقد أكدت الدراسات والبحوث الأكاديمية الخاصة بهذا الشأن أن الأحزاب التي تسعى إلى إجراء التحول الديمقراطي في ظل بلد مستقل وذي سيادة وليس بلدا محتلا ينبغي أن تكون مؤمنة تماما بالمبادئ والأسس الديمقراطية لتكون قادرة على إجراء تحول في هذا الاتجاه. وما يراجع نشأة الأحزاب الحاكمة وجذورها وبنيتها وتركيبتها فإن تغييرا كهذا لن يحصل. فالأحزاب الرئيسية الحاكمة إما طائفية حتى النخاع مثل حزب الدعوة ومجلس آل الحكيم والحزب الإسلامي وتيار مقتدى الصدر، أو قومية تسعى إلى إقامة دولتها المنشودة مثل الأحزاب الكردية، أو مخابراتية مثل جماعة إياد علاوي وأسامة النجيفي. يضاف إلى ذلك الاختلاف الكبير بين الحديث عن الديمقراطية وممارستها، فعلى الرغم من تبني دول عديدة في العالم الثالث الديمقراطية في إدارة الحكم، إلا أنها واقعاً تستخدم الديمقراطية ستاراً لتحقيق مصالح الأحزاب الحاكمة. الكاتب يحاول أن يضيف: التاريخ لم يقدم لنا مثلا عن محتل ترك غنيمته طواعية لمجرد مطالبة حكومة البلد المحتل بذلك، وإنما يلجأ المحتل إلى الانسحاب إذا لم تتمكن قواته المحتلة من الصمود أمام المقاومة، أو أن الأهداف التي جاء من أجل تحقيقها لم تعد تساوي التضحيات التي تقدم على هذا الطريق. ثوب المحاصصة جديد لا يناسب العراقي، هو عنوان لمقال للكاتب مجد السمراي في العرب اللندنية، حيث يقول فيها: إيران كسبت جولة صناعة الحكم في العراق مرة أخرى، فأين شعب العراق من كل ما حصل؟ حيث ينتعش الرابحون بمواقعهم في العملية السياسية، وحيث تتوزع المناصب وفق المحاصصة الطائفية المقيتة. وكيف يستطيع المواطن العراقي المخدوع أن يفهم أو في أي موقع يضع الصراخ السابق لممثلي العرب السنة من ظلم السياسيين الشيعة ومن خلفهم إيران بتهميشهم بل ومطاردتهم تحت عناوين الإرهاب ودعم داعش، ثم يتمحور القسم الكبير منهم داخل الفريق الشيعي المدعوم من إيران الذي يقوده هادي العامري ليحصل على منصب رئيس البرلمان الذي احتدمت المعركة السنية حوله في الأيام الأخيرة أمام مرشح الفريق الشيعي الذي يقوده مقتدى الصدر وهو خالد العبيدي؟ فأين المصداقية في كل ذلك؟ وهل كانت كل تلك الشعارات قد تم تسويقها لأغراض المناصب والمغانم؟ وأن القضية لا علاقة لها بمصالح العرب السنة الذين ظلوا فقراء جائعين بل وزادهم تنظيم داعش تشريداً وآلاماً. لقد قيل الكثير عن إغواءات الجنرال قاسم سليماني
لجزء غير قليل من السياسيين السنة، وبعضهم كان يعلق على هذا الأمر وكأنه يكتشف العجلة، كأن إيران شريك مؤثر إلى جانب الأمريكان في صناعة الأركان الثلاثة للسلطة في العراق. وقد قيل إن ممثل القيادة الإيرانية قد أخبرهم أن إيران أفضل لهم من أمريكا. يبدو شكلياً أن قواعد لعبة المحاصصة الطائفية التي تتم وفقها شراكة السلطة قد تغيرت بعد الضجيج السياسي والإعلامي الذي أصم الأسماع في الشهور الأخيرة خلال الحملة الانتخابية، ولكن الوقائع الأخيرة في عملية انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه يوم السبت الماضي كشفت أن القانون، قانون المحاصصة الطائفية، لم يتبدل إطلاقاً. مجلس النواب للسنة ورئيس الوزراء للشيعة ورئيس الجمهورية للأكراد. يتفاخر الرئيس الفلسطيني وقائد حركة التحرير الوطني كما يفترض بأنه لم يحمل يوما مسدسا أو سلاحا أو ما شابه، وأنه ضد العسكرة بل ضد كل أشكال المقاومة المسلحة بغض النظر عن مكانها وسياقها، ويؤمن جيدا أنه لا بديل عن التفاوض إلا التفاوض، وأن ما يعرف بالتنسيق الأمني مع الاحتلال هو أمر مقدس. أعلن الرئيس الفلسطيني بشكل واضح وحاسم أنه ضد صفقة القرن كما سميت، رافضاً الضغوط الأمريكية المباشرة في هذا الاتجاه، ورافضاً التواصل مع الإدارة الأمريكية، وهو أمر يحسب له ولا شك، ولكن واقع الفعل لا يتطابق مع المعلن من خطاب، ذلك أن السلطة في تواصل مستمر مع الإدارة الأمريكية وحتى مع الاحتلال من خلال اللواء ماجد فرج، فضلاً عن أن التعاون الأمني مع الاحتلال يسير على قدم وساق دون أدنى تغيير. لا يخفى أن صفقة القرن ليست اتفاقية تقليدية تحتاج لطرفين يجلسان إلى الطاولة لتوقيعها على غرار أوسلو، بل هي مجموعة قرارات وإجراءات ومسارات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال إغلاق أو إنهاء أهم ملفاتها مثل القدس واللاجئين، مثل قرارات نقل السفارة الأمريكية للقدس ووقف الدعم المالي عن وكالة الأونروا ومستشفيات القدس وغيرها. وعليه فإن الإعلان عن عدم الموافقة على الصفقة وعدم التجاوب معها لا يكفي، بل ينبغي أن يقترن بقرارات وسياسات تواجه مسار تصفية القضية ضمن العناوين التي يستهدفها. إن جهود مواجهة صفقة القرن كما يصف الكاتب تبدأ وتنتهي بتجميع وتطوير أوراق القوة الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني، لا سيما في مرحلته الحالية المختلفة تماما عن كل ما سبقها والتي كللها الاحتلال أخيرا بقانون يهودية الدولة. بعيداً كل البعد عن السياسة، ابتكر باحث بولاية كاليفورنيا الأمريكية جهاز استشعار جديد تحتمل فكرته على آلة موسيقية من أصول أفريقية يعود تاريخها إلى 3000 عام مضت، ويمكن استخدام هذا الجهاز في التعرف على المواد الكيميائية من خلال تحديد كثافتها، بما في ذلك الكيميائيات السامة التي قد تدخل من قبيل الخطأ في صناعة بعض أنواع الأدوية. ومن الممكن صناعة جهاز الاستشعار الذي يشبه آلة مبيرة الموسيقية من مواد بسيطة ومتاحة، وقد يتيح هذا الاختراع للصيادلة والمستهلكين في الدول النامية والمتطورة وسيلة فعالة لحماية أنفسهم من الأدوية المزيفة. ويؤكد فريق الدراسة أن هذه الوسيلة الجديدة يمكن استخدامها لمساعدة شركات الدواء والصيادلة في دول العالم النامي على التحقق من مكونات الأدوية المختلفة التي يمكن التلاعب فيها بشكل مقصود أو غير متعمد، وبالتالي إنقاذ أرواح كثيرة من البشر. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.